اصابه ساكن في جحر الفار، على راي كلب اتقتل بالزنقه او بالدار. انا مش هسيب حقي تاني لكلاب ومسعوره بشعار وملهوش علاج. ما هي داخليه موبوءه بأعلى صوتي بقول يا ولاد الكلب انتوا مين عشان تعملوا فينا ده؟ مش ممكن انتوا بشر ولا حتى مش شياطين. مجدع يفقع عينين البطل والشرموط بيقول له مجدع وتسلم يا باشا، جبت لنا عين امه.